أشاد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بالأهمية التي تأتي من وراء معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2019، حيث أكد معاليه أن هذا المعرض بات يشكل دعامة أساسية لإتمام مختلف التفاهمات العسكرية والدفاعية بين الدول المشاركة، ومنصة يعتمدها أصحاب القرار العسكري في تبادل الخبرات. يحمل أهمية خاصة نظرا للأوضاع الأمنية التي تمر فيها المنطقة، وهذا يعبر عن فعلا يعني جهود من قبل مملكة البحرين والدول أيضا الشقيقة الخليجية وكثير من دول العالم بالمشاركة في هذا المعرض لإبراز أهمية الأمن والأمان في هذه المنطقة. ولذلك أعتقد بأن هذا المعرض سيكون له فعلا مساهمة في الارتقاء بالمستوى الأمني في المنطقة، ولا أعتقد بأن العالم كله ينظر له هذه المنطقة بمزيد من الأهمية. اسم البحرين وهذا المعرض صار على مستوى من ناحية تبادل خبرات، تبادل تكنولوجيا. نحن بالنسبة لنا كمركز ملك عبد الله كل منتجاتنا الآن صار عندنا تعاون مع الجيش البحريني والأجهزة الأمنية من زمان، طبعا علاقة تاريخية على كل الأصعدة، وحقيقة مكان يعني جيد لتسويق منتجاتنا خاصة في أمور التكنولوجيا.